تصفية المياه المستعملة ببراقي، واحدة من المحطات التي يعول عليها للقضاء على كافة الأشكال الملوثة للمياه، إذ تقوم باستخراج حوالي 150 طنا من النفايات يوميا من المياه المستعملة، على غرار ما تقوم به محطة الرغاية وعين بنيان بالعاصمة بهدف الحفاظ على المحيط. اليوم رانا نعالج حوالي 140 ألف متر مكعب من المياه المستعملة يعني في وسط العاصمة. كل هذه المياه يعني راهي تدفق اليوم في المحطة الرئيسية هذه البرقي. يعني الرقم الأساسي يعني في الولاية اليوم عندنا 98 يعني في المياه من السكان العاصمة راهم يعني مربوطين لشبكة رئيسية تاع التطهير. تمر عملية التطهير بعدة مراحل لضمان إزالة كافة الأشكال العضوية والغير العضوية تجعلها صالحة للاستعمال، بداية بإزالة النفايات الصلبة ومختلف الزيوت. هنا تبدأ أول مراحل التطهير في محطة التطهير البراقي، تسمى المرحلة الأولى، وين نقوموا يعني بالتخلص من جميع يعني لي ديشي فوليومين والشوائب الكبيرة. وفي هذه الأحواض هذه اللي أنا نشوفوا فيها يتم تهويتها باش نتخلصوا من الأتربة ومن الرمال والزيوت، يعني سي دي باسان دو ديسابلاج دي زويلاج. محطة براقي حاليا تقوم باستخراج من المياه اللي تلحق لها ما يعادل 150 طن يوميا من النفايات. في بداية العام القادم إن شاء الله لما ترتفع سعة المحطة إلى 300 ألف متر مكعب يوميا، نراحين نتحصلوا على ما يعادل 300 طن إلى 400 طن من النفايات يوميا. لولا محطة براقي كل هذه النفايات كانت رايحة تروح للبحر المتوسط. المعالجة البيولوجية والتي يتم من خلالها تربية بكتيريا تعمل على إزالة المواد العضوية، ثم يتم ترصيب المياه للتخلص من البكتيريا وما نتج عنها من حماءات منشطة. في المرحلة الثانية تتم في أحواض التهوية، تقوم البكتيريا ب يعني استهلاك المواد العضوية المراد يعني نزعها من المياه، وذلك باستعمال الهواء، هذا تسمى البكتيريا الهوائية. يعني هذه أحواض التهوية تعتبر هي القلب النابض لمحطات التصفية سواء في براقي أو في غيرها من المحطات التي تستعمل المعالجة البيولوجية. المدة يعني اللي تاخذها العملية هنا يعني من 6 ساعات حتى 18 ساعة، يعني حتى يكون الوقت كافي للبكتيريا باش تقوم بعملية هضم وتحليل المواد العضوية. الترشيح على الرمل والمعالجة بتقنية الأمواج الفوق بنفسجية هي آخر مرحلة يتم فيها تصفية المياه قبل إعادة بعثها في وادي الحراش. هنا كاين أحواض ترشيح بالرمل اللي فيه الخصب، ومعالجة بالأمواج فوق بنفسجية يعني الألترا فيولي. هذه المعالجة هي الأولى مستعملة في محطة التطهير في الجزائر، يعني هي سابقة في سيال وفي محطة التطهير كاملة على مستوى الوطن. واستعمال هذه التقنية راجع للحفاظ على وادي الحراش اللي هو في تهيئة الآن من طرف الدولة اللي ضخت فيها أموال كثيرة. بالإضافة لكون المعالجة الدقيقة مهمة، فالاستثمار في المياه المستعملة يعد مصدرا مهما للمياه لإعادة استغلالها من جديد، مع ضمان بيئة نظيفة حفاظا على صحة المواطن.